السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان تعليق التفاوض مع تحالف قوى الحرية والتغيير لمدة 72 ساعة، وذلك على خلفية الانحراف عن السلمية إثر التصعيد على الأرض خلال الساعات الماضية. وأشار البرهان في بيان تلفزيوني ليلة الأربعاء إلى أن المفاوضات مع قوى المعارضة خلصت إلى توافق وسادخ منطق عقلاني واتفاق على وقف التصعيد وتكوين لجان مشتركة لحماية موقع الاعتصام على أن ينحصر فقط أمام ساحة القيادة العامة للقوات المسلحة. وأشار البرهان إلى أن هناك تصرفات غير مبررة بإغلاق الطرق أمام حركة المرور ما أدى لحالة من الاختناق في العاصمة، علاوة على تعليق مسار القطارات وتعثر نقل المؤن والإمدادات إلى الولايات. وأضاف البرهان أن الخطاب العدائي خلق حالة من الفوضى العامة والانفلات الأمني وتسلل عناصر مسلحة إلى موقع الاعتصام وما حوله، استهدفت القوات المسلحة والمعتصمين، وهذا ما أدى إلى انتفاء سلمية الثورة، وبذلك ومنعا لانزلاق البلاد نحو انفلات أمني تصعب السيطرة عليه، تقرر وقف التفاوض لمدة 72 ساعة حتى يتهيأ المناخ الملائم لإكمال الاتفاق مع إزالة المتاريس خارج نطاق الاعتصام وفتح خط السكة الحديد لإمداد الولايات. وشرعت قوى إعلان الحرية والتغيير في إزالة المتاريس من شارع المكنمر بوسط الخرطوم، وطالبت المعتصمين الالتزام بحدود الاعتصام المعلنة منذ 6 أبريل الماضي أمام القيادة العامة للقوات المسلحة. ورهن المجلس الانتقالي العودة للتفاوض بإزالة المتاريس الحجرية التي نصبها الثوار في شوارع جديدة عقب أحداث الاثنين التي أدت إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة أكثر من 100 من الشباب في هجوم نفذته قوة مجهولة. مشاهدي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه التغطية الخاصة، هذه المساحة اليومية التي نحاول من خلالها أن نتابع تسارع تغير الواقع السياسي في الشارع السوداني. أرحب اليوم كثيرا بضيفي داخل الاستوديو الدكتور حسن أبو عجاج الخبير الاستراتيجي. أهلا بك بداية دكتور أبو عجاج إلى قناة طيبة. وقبل أن نبدأ في هذه القراءة التحليلية لخطاب البرهان، دعنا نتابع هذا الخطاب ثم نعود لنقرأه معك بالتفصيل. قواتكم المسلحة وقوات الدعم السريع أتت من رحم هذا الشعب، لعبت دورا مهما وفاعلا في إسناد الثورة السودانية العظيمة، وانحازت لخيار شعبنا في التغيير، وأمنت انتصار الثورة المباركة بهدف حقن الدماء ونقل السلطة للشعب عبر انتخابات حرة نزيهة. دخل المجلس العسكري منذ تشكيله في اتصالات واجتماعات متواصلة رسمية وخاصة مع قوى إعلان الحرية والتغيير وقوى الحراك الثوري وجميع المكونات السياسية عدا حزب المؤتمر الوطني والعلماء ورجالات الدين والمستغلين ورموز المجتمع ورجالات الإدارة الأهلية، لتتوافق الرؤى لأجل اجتياز هذه المرحلة الدقيقة والحرجة من تاريخ بلادنا الحبيبة. تواصلت الاجتماعات بدرجة مميزة، وسارت الأمور جميعها نحو التوافق مع غادة قوى إعلان الحرية والتغيير في شراكة حقيقية يسودها التفاؤل والتفاكر المنطقي العقلاني لحماية الثورة وحماية الفترة الانتقالية والتحضير لانتخابات حرة نزيهة. توصلنا مع قوى إعلان الحرية والتغيير للآتي: وقف التصعيد وتهيئة المناخ للاتفاق والاحتفال به، عمل لجان مشتركة لحماية مكان الاعتصام وعدم توسعته، وتم الاتفاق على أن مكان الاعتصام ينحصر أمام القيادة العامة. بالرغم مما تم وما ذكر من روح الشراكة والتفاؤل، إلا أن الأمور تطورت بصورة متسارعة تمثلت في الآتي: إصدار جدول بالتصعيد الثوري متزامن مع سير التفاوض من قبل إحدى مكونات إعلان الحرية والتغيير، الاستفزاز المباشر والإساءة البالغة للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع، علما بأن قوات الدعم السريع ولدت من رحم هذا الجيش العظيم ولعبت دورا مهما ومؤثرا في أمن البلاد حربا وسلما، وانحازت لثورة الشعب ولعبت دورا مؤثرا في انتصار الثورة وحمايتها،
ويلعب قادتها دورا سياسيا واقتصاديا هاما وضروريا في سبيل دعم الأمن واستقراره. ثلاثة، التصعيد الغير مبرر واللهجة العدائية التحريضية ضد القوات المسلحة وقادتها وقوات الدعم السريع وقادتها. أربعة، قفل الطرق والجسور مما خلق حالة من الاحتقانات المرورية في العاصمة القومية ووقف عائقا أمام الخدمات والاحتياجات لكل مكونات الشعب. خمسة، قفل خط السكة حديد مما أدى إلى قطع الإمدادات عن الولايات وعدم وصول المواد الضرورية من مواد التموين والمشتقات البترولية الضرورية للتوليد الكهربائي. ستة، قفل الطرق بصورة واسعة حول القيادة مما يؤدي لصعوبة القدرة على الحركة والمناورة لحماية مكان الاعتصام. سبعة، الخطاب العدائي خلق حالة من الفوضى العامة والانفلات الأمني الغير مقبول في العاصمة القومية والولايات. ثمانية، تسلل عناصر مسلحة داخل مكان الاعتصام وحوله والامتدادات الجديدة وجامعة الخرطوم البركس وكوبري النيل الأزرق وشارع النيل، حيث استهدفت هذه الجماعات القوات المسلحة والدعم السريع والمواطنين وأسقطت أرواح عدد من الشباب وعدد من منتسبي القوات النظامية. هذا الأمر أدى إلى انتفاء سلمية الثورة. تسعة، نناشد أبناء بلادنا العظيمة وحفاظا على سلامتهم وحماية الثورة المجيدة حتى لا تنزلق بلادنا نحو الانفلات الأمني الذي تصعب السيطرة عليه. لذا من واقع مسؤوليتنا أمام الله وشعبنا وجيشنا وثورتنا قد قررنا الآتي: وقف التفاوض لمدة 72 ساعة حتى يتهيأ المناخ الملائم لإكمال الاتفاق، إزالة المتاريس جميعها خارج منطقة الاعتصام، فتح خط السكة حديد لإمداد الولايات التي تضايقت كثيرا من شح المواد التموينية والبترولية، عدم التصعيد الإعلامي وتهيئة المناخ الملائم الذي يؤمن الشراكة الحقيقية لاتيام، عدم التحرش أو الاستفزاز للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع والشرطة والأمن وهي تعمل لحماية المواطنين وحماية الثورة وحماية الأمن العام. الشعب السوداني الأبي، ستظل القوات المسلحة وقوات الدعم السريع وقوات الشرطة وجهاز الأمن الوطني على عهدها في حماية مكتسبات الثورة، وتطلع بدورها كاملا في حماية الوطن والمواطن والنأي به عن المنزلقات الخطرة. عليه نناشد المواطنين الكرام والثوار الشرفاء بحماية مكتسبات الثورة وفاء لدماء شهدائها وتطلعات شبابها والشعب السوداني وعدم الانجراف وراء أعداء الوطن، والعمل سويا بهذه الثورة المباركة حتى تصل إلى مرادها وتحقيق تطلعات وحلم الشعب السوداني في بناء دولة المواطنة والحرية والسلام والعدالة. طيب، كان هذا جزءا من أو تقريبا كل البيان الذي تلاه الفريق البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي. دكتور حسن، بداية يعني دعنا نرجع قليلا قبل هذا البيان، هذا التصعيد الذي شهده الشارع في الأيام الفائتة، كيف تابعتموه؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا نترحم على الشهداء الثورة والعافية للجرحى. حقيقة يعني قبل البيان كان هناك احتقان حقيقة في الشارع، يعني بالذات في بسط في القوات المسلحة، يعني وبعد ذلك زيادة المتاريس إلى خارج مساحة الاحتصام برضو أدى لاحتقان الشارع، والناس اللي عندها الأغراض الأساسية في الطرقات في الحقيقة عملت احتقان كامل بين القوات المسلحة والمواطنين. فكان لابد يكون في شو في بيان قوي ومعبر يعني لإرجاع المتاريس لساحة الاحتصاب المتفق عليها يعني في 6 أبريل. طيب، هذا التصعيد دكتور أبو عجاج، هل كان فعلا وراءه أو كانت وراءه فعلا قوى إعلان الحرية والتغيير؟ الفريق البرهان قال أن هناك كانت لهجة تصعيدية وكانت هناك دعوات لمزيد من التصعيد، هل فعلا كانت وراءه قوى إعلان الحرية والتغيير أم أن هناك ربما جهات أخرى كانت تعمل على هذا التصعيد خارج سيطرة قوى إعلان الحرية والتغيير؟
طيب المشاهد في الواقع بأنه هنالك جدول بيانات تطلع بتجمع المهنيين بالتصعيد يعني وتحريك المسيرات والاحتصابات والشوارع كلها قاعد نشاهد في المدينة. لكن لو بدي على الواقع يجي الغوط هو الحرية والتغيير بيقول لك احنا ما صعدنا اصلا. فيبدو بأنه هو الحرية والتغيير ما عندها كنترول على الميدان. يعني هناك في صراع ثاني بتواجد. يعني هي الان بتقول لك والله احنا ما يعني ما حن صائد ملتزمين مع المجلس العسكري اللي بيمشي لخطوه لقدام لخروج البلد من المأزق اللي فيه. لكن المشاهد الان عبر الوسائط الاعلاميه كل مره هنالك يعني تحركات لمسيرات، هنالك غفل لشوارع فرعيه، هنالك تمدد للمتاريس خارج ساحه الاعتصام. فيبدو القوه الحريه والتغيير ليس لها كنترول واضح او مباشر للمعتصمين في ساحه الاعتصام. طيب جاء هذا البيان وتحدث فيه الفريق البرهان بلهجه واضحه انهم سيعلقون التفاوض مع قوى اعلان الحريه والتغيير حتى ازاله هذه المتاريس. طيب المضمون البيان فيه قوة يعني اهم نقطه في هذا البيان هي تعليق التفاوض. كان مفترض ان امس الاربعاء هو اخر الايام الثلاث التي كان متفق على ان تدور خلالها المفاوضات وان تخلص الى تشكيل الحكومات والاتفاق النهائي بين القوى وبين المجلس العسكري. طيب الاتفاق تم قبل البيان يعني 90% مفترض كان يمشوا يعني في اتفاق تم المجلس السيادي المجلس الوزراء المجلس التشريعي بنسب المختلفه. كان الخطوه الثانيه يفترض ايوه لتفسير النسبه للمجلس السيادي. فيبدو بان هنالك احتغال الاتجاه القوات المسلحه. يعني الناس وصلوا لطريق مسدود، بقالوا الان كل مره المتاريس متمدده والشوارع مغلقه، حتى في كمان مغلقه الان كوبري المكتبه كان مغلق تماما وكوبري المشيه كان في جزء مغلق يعني. فالحاجه دي خلت المجلس العسكري بان يكون في نقطه بتاع شنو؟ هو الان لازم المدارس ترجع، لازم يعني يكون في سيطره كنترول على شو؟ على السوار داخل الاعتصام. يبدو بانه اخواننا في الحريه والتغيير كان شهادة العصم وخالد كان بيخاطبوا في الناس في شارع النيل، لكن السواري يرفضون من انتم يعني حتى نرجع يعني تحس بانه يعني لا يوجد كنترول على المتظاهرين. في البيان كان غوي ومعبر لانه في نقطه مطلق عليها يعني لازم المدارس ترجع لساحه الاعتصام الرئيسيه. طيب اذا كان يعني هؤلاء الشباب هم من قاده الاعلان الحريه والتغيير وهم يعني فينا المفاوضين للمجلس العسكري الانتقالي يتحدثون الى الشباب والشباب يرد عليهم انكم لا تمثلوننا، اذا باسم من يتكلم او تتكلم قوى اعلان الحريه والتغيير اذا كانت هي يعني هي تفاوض نيابه عن نفسها او عن الموقعين ولا تمثل الشارع بعد كل هذه الفتره من الاحتجاج والانتظار والاعتصام؟ والله يبدو لي بانه هو الحريه والتغيير اول شيء الحراك اللي تم في السودان كل الناس كانوا فيه شركاء يعني مهنيين واكاديميين ونقابات ومنظمات كانت هي حراك للتغيير تغيير السلمي المدروس يعني والبشمل جميع مكونات المجتمع السوداني. قوة الحرية والتغيير يعني طلعت على هذا الحراك وبقعدها بمستنين ومتحدثين، لكن يبدو لي بأنه هنالك صراع داخلي في القوة الحرية والتغيير ودي على ذلك بيانات الحركات المسلحة بأنه ترفض ما تم بينه وبين المجلس العسكري. فيبدو لي بأنه الآن الناس المتواجدين يعني في الميدان ليس لهم علاقة بالقوة الحرية والتغيير أو جزء غير راض عن ما يتم داخل المجلس العسكري والحرية والتغيير. طيب هذا يعني دكتور أبو عجاج أنه حتى إذا تم الاتفاق على علاته إذا فرضنا أن هناك علات في هذا الاتفاق وكثير من الأطراف غير راضية، إذا تم اتفاق بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير هذا ربما يفسر أو يشير إلى أنه هذا الاعتصام لن ينفض طالما هناك قوة أخرى موجودة في الشارع أو في الاعتصام. يعني الرؤية الاستراتيجية للاعتصام يعني الاتفاق تم بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير يعني يبدو لي في اطراف كثيره جدا غير راضي لهذا الاتفاق. فالان المجلس العسكري لما تاتي في اول بيان قال حيقف على مسافه واحده بين مكونات المجتمع السوداني. فالان بنلاحظ بانه الان بحاول في طرف واحد. وحتى الطرف الثاني كان هنالك مسيره يعني للتيار الثاني يعني تم تاجيلها لانه يعني كل ما مطلب كل المطالب الموجوده في الحراك المسيره المجلس العسكري التزم بها يعني. فالان بنشاهد بانه المجلس العسكري الان حايل لطرف معين ويتفاوض معه بعد يعني وترك باقي القوى السياسيه الاخرى. فانا كان رؤيتي بانه لابد الاتفاق تم ده يعاد صياغته يعني او يعاد ترتيبه لانه ما فيه رضا عام للناس. فانت الان لو جاي تخصي طرف اخر فنظل نحن رجعنا للنظام
الشمولي السابق اللي كان قبل 30 عاما يعني. فالمفترض تكون في يعني في في طرف الناس كلها محايده في يعني في العمليه العسكريه يكون عباره عن ميزان يعني طرف اليمين وطرف الشمال، بعد ذلك يقود البلد للاستقرار والتنميه والمحبه والسلام والوئام يعني. طيب دكتور ابو عجيج، يعني المجلس العسكري وكانه في موقف لا يحسد عليه، يعني عندما نادى بمشاركه كل القوى السياسيه في السودان ودعاها لاجتماعات، خرجت قوى اعلان الحريه والتغيير قالت لا نحن لن نقبل هذه الدعوه للمشاركه او لمشاركه كل القوى السياسيه، النسبه الاكبر منها كانت مشاركه في نظام الرئيس المخلوع البشير وهي قادت البلاد الى هذا التدهور في كل المناحي. عندما جلس المجلس العسكري يعني وتفاوض واعطى يعني ربما قوى اعلان الحريه والتغيير النسبه الكبيره مما تطلبه، هناك ايضا قوى انقلبت عليه. كيف يمكن خلق موازنه في الساحه السياسيه السودانيه المتصارعه؟ والله حلقة الموازنة لابد يكون في اتفاق شامل يعني ورؤية شاملة لإخراج من هذه الأزمة. طيب كيف هو القوى السياسية يعني نفسها غير راضية عن بعضها البعض؟ كيف يمكن الاتفاق برأيك؟ والله إذا كان وصل طريق مسدود، أنا بشوف الخيار بتاع الانتخابات المبكرة كما لمح بها المجلس العسكري يمكن هو كل خيار أنسب يعني. لكن انا عايز يعني امشي في اتجاه معين، وقت طرف اخر اكيد حيكون في احتقاف في الشارع، حيكون في اخصاء للطرف الاخر. بعد ذاك اللغه الاستعلائيه اللي بتدعم البيع والحريه والتغيير الان، هل هم صانعين ثوره او هل هم الناس المنظمين هم الممثل الوحيد للثوره السودانيه والشعب؟ هذا نوع من الاخصاء يعني، هذا نوع من النظام يعني، هذا نوع شمولي اخر يعني، هذا شمولي عسكري وهذا شمولي حزبي يعني. فنتمنى من الاخوه في الحريه والتغيير يعني يستمعوا لصوت العقل، يستمعوا الناس الاكاديميين اللي عندهم رؤيه لمصلحه البلد يعني، يكون في اتفاق الناس تمشي لنقطه معينه ويقودوا بها البلد الى ما نشاء. طيب طالما ان التفاوض وصل الى هذه النسبه اللي هي 67% لقوى اعلان الحريه والتغيير و33% للقوى الاخرى، هل المجلس العسكري الانتقالي وافق على هذه النسبه او هذا التمثيل دون الرجوع الى القوى السياسيه الاخرى المشاركه، ام انه يعني كيف قبلها اذا كان هناك اطراف غير راضيه؟ قراءتي للاتفاق يعني بقول التعليق بتاع المفاوضات ده واحد من ضغوطات الاتفاق التم يعني، حسب قال له يا اخي والله الاتفاق التم ده ما فيه نسبه حقيقيه لباقي القوى السياسيه الاخرى، فيبدو لي بانه في ضغوطات على المجلس العسكري من الطرف الاخر. فده واحد من الحاجات المباشره اللي تشير لاغلاق التفاوض. الموضوع التالي هو الموضوع بتاع المتاريس والاستفزازات والطرق المغفله، برضه واحد يعني المجلس العسكري لازم يكون حاسب يعني، يرجع لقوته والهيبه والقوات المسلحه يعني في النهايه الحصن الامن لكل الشعب السوداني. لكن يبدو لي بانه واحد من حياه خلط التفاوض بانه الاتفاق التم ده فيه ظلم كبير جدا للقوى السياسيه الاخرى. تتوقعون ان يكون هناك تراجع عن هذا الاتفاق من قبل المجلس العسكري في بعد استئناف التفاوض؟ والله الرؤيه بتاعت الطرف الاخر الان هو يزعى وتحرك بمسيرات يعني شاهدناها ليله امس، الاحزاب السياسيه الاخرى يعني رافضه لهذا الاتفاق. فيبدو لي بانه يعني المجلس العسكري ربما يعني يوسط العقل، وزي ما هو قال في الاول بانه حيكون على مسافه واحده. فالان حتى الان لو افتكرت يعني جدل الحكومه المرتقبه، الحكومه المدنيه، حكومه كفاءات، فتمنى الاحزاب كلها تشارك فيها يعني، او طرقات يعني، يعني بيكون حزب الحريه والتغيير والقوى الحريه والتغيير هي اللي بتشكل حكومه. النسبه بتاعت 67 انا اتمنى تكون 50-50، حتى المطبر الوطني للنظام السابق كان 51 والاحزاب الثانيه 49 يعني. حتى النظام الشمولي دكتور ابو عجيج، لكن اذا كان يعني قوى اعلان الحريه والتغيير ترفض اي مشاركه لاي قوى سياسيه شاركت في الحكم السابق، وهذه يعني عدد كبير من الاحزاب شارك في الحكومات الماضيه، كيف يمكن ان تقبل ب 50-50؟ طيب القوى الحريه والتغيير هي عباره عن مجموعات او احزاب سياسيه كلها اغلبها يعني شارك بال 2005 شارك في الحكومه، حركات المسلحه، الاحزاب السياسيه الاخرى، البرلمان 2005 كلهم شاركوا، الناس طلعوا 2011 بعد ما انهيار اتفاقيه السلام يعني وانفصال دولة الجنوب، وفي احزاب جات في الحوار الان. يعني النسبه يعني الاحزاب الان القوى الحريه والتغيير ما في زول فيه ما شارك، حزب الامه شارك، الاتحاد شارك، الحزب الشيوعي شارك، الناصريين شاركوا، البعثيين شاركوا، كلهم شاركوا في الحكومه المطور الوطني يعني. طيب لكن من يطلق هذه الدعوه بأن لا مشاركة لمن شارك في الحكومة السابقة في آخر حكومة للرئيس المخلوع؟ والله يبدو ممن انطلقت؟ أليس من قوى الحرية والتغيير؟ قوى الحرية والتغيير نعم. طيب ماذا يقصدون بها؟ يقصدون الإخصاء فقط. الإخصاء. طيب لدي تصريح أو جزء من حديث الفريق ياسر العطا عضو المجلس العسكري الانتقالي بعد التوقيع على الاتفاقية هذه، دعنا نتابعها ثم نعود لنسلط الضوء عليه. تفضل مشاهدينا الأعزاء.
الاتفاق على كامل صلاحيات مجلس السيادة ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي. تم الاتفاق أيضا على أن تكون الفترة الانتقالية 3 سنوات، تخصص 6 أشهر الأولى منها لأولوية التوقيع على اتفاقيات السلام ووقف الحرب في كل أرجاء الوطن الحبيب. أيضا تم الاتفاق على أن يتكون المجلس التشريعي بعدد 300 عضو بنسبة 67% تخصص لقوى إعلان الحرية والتغيير، ونسبة 33% للقوى الأخرى الغير موقعة على إعلان قوى الحرية والتغيير بالتشاور بين المجلس السيادي وقوى إعلان الحرية والتغيير. طيب، كان هذا حديث الفريق ياسر العطا عضو المجلس العسكري الانتقالي بعد التوقيع على هذا الاتفاق، كيف تعلق؟ طيب، لا لا لا. الاتفاق اللي تم، يعني الرؤيه فيه واضحه بانه اتفقوا مع الحكومه المدنيه من قوى الحريه والتغيير، لكن ما وضح هل هي حكومه حزبيه؟ يعني ال 72 حزب الموقع على مساق الحريه والتغيير، هل يعني حكومه حزبيه يكون عندها مرشحين الحزاب ام حكومه كفاءات؟ دي برضه كان الرؤيه فيها ما واضحه. الموضوع الثاني يبدو لي التفاصيل، الشيطان في التفاصيل. الاجتماع اليوم التالي اللي حصل فيه تعليق المفاوضات يبدو بانه في صراع كبير بالمجلس السيادي. ناس يقولوا 5-5، ناس يقولوا 7-3، يعني 7 عسكريين 3 مدنيين، 5 هم طالبوا بانه 5 مدنيين و5 عسكريين، والمجلس ذاته يكون رئيس، حتى الحزب الشيوعي يقول بانه رئيس يكون مدني وليس عسكري، العسكري يكون رئيس مجلس الامن والدفاع. بعد ذاك مشاركين معه باقي من الاحزاب او الوزارات الاتحاديه اللي تمثل في اللي عندها علاقه بالماليه الخارجيه، ده علاقة بالأمن والدفاع. فيبدو لي دي واحدة من الحاجات اللي خلت تعليق التفاوض. المجلس السيادي هو الزمام بتاع المبادرة، يعني تشكيل الحكومة وإعلانها وإغالة الولاة وتعييرهم. يبدو لي دي صلاحيات المجلس السيادي. فيبدو لي التفاصيل دي هي اللي علقت التفاوض، على إضافة لذلك الاحتغال بتاع القوات المسلحة. يعني عندهم شهداء والشارع فوق شهداء الثوار. فيبدو لي يعني الوضع شبه عايز يطلع من إطار القوات المسلحة يعني. فلا بد يكون هنالك يعني بيان نقطه الناس يرفعوا عليها، بعد ذلك ينطلقوا للمفاوضات بروح جديده وبروح جديده. لكن ياسر العطا يعني الالتزام بتاعه، نذكره للمره الثانيه بانه هنالك بعد ذات المجلس العسكري بانه حيكون على مسافه واحده من جميع مكونات المجتمع السوداني. فالان ياسر العطا بقول له يا اخي انت الان بهذا البيان بتاعك بانك حسة لمجموعه معينه لاتجاه معين، هذا ليس ما يقال في بدايه الاعلام بتاع المجلس العسكري. طيب، دعنا ايضا نتابع ما قاله مدني عباس عضو قوى اعلان الحريه والتغيير بعد هذا التوقيع ايضا. هياكل الحكم ومستوياته 3 مستويات، مجلس سياده يتم تشكيله بالتوافق ما بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، مجلس وزراء يتم ترشيحه بواسطة قوى إعلان الحرية والتغيير، مجلس تشريعي يتم اختيار 67% منه من قوى إعلان الحرية والتغيير و33% منه بالتشاور ما بين مجلس السيادة وقوى إعلان الحرية والتغيير. أيضا تم فيما يختص بما تم بالأمس، أعلن المجلس العسكري عن تشكيل لجنة تحقيق، لجنة تحقيق فيما تم من استهداف للمعتصمين في ساحات الاحتصام، وأيضا تم الاتفاق على تكوين لجنة مشتركة للتصدي لأي محاولات تستهدف يعني السودانيين المتواجدين في منطقة الاحتصام، وتكوين لجنة مشتركة أيضا لمتابعة سير العمل في اللجنتين، لجنة تغصي الحقائق واللجنة المشتركة لمتابعة العمل الميداني. طيب، كان هذا مدني عباس عضو ائتلاف قوى إعلان الحرية والتغيير، أيضا هو كان يعني يبدو مبتهجا بهذا النصر الذي تحقق لهم، يعني 67% مقابل 33%. هذه النسب دكتور، يعني إذا اقترع المواطن على هذه الأحزاب، هل فعلا قوى إعلان الحرية والتغيير يمكن أن تحرز 67% في صناديق الاقتراع؟
طيب الأخ عباس يعني هو منتصر ومنتشي بأنه هو اللي انتصره، حتى مجلس السيادة يقول يتم تشكيله بين القوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري، الحكومة البدنية المرتقبة يتم يعني بتشكيلها بين القوى الحرية والتغيير. الحاجة الوحيدة المجلس التشريعي يعني أعطيت مدين الحزاب السياسية الأخرى 33% بأنهم يعني صانعين ثورة وهم الآن المجلس. هذه الفرصة فتحها المجلس العسكري يا أستاذ. العسكري الآن يعني خشى على ظهر في تفاوض وطرق الطرف الآخر، يكون في يعني يكون في طرف في حيطة محايدة، لابد يكون هناك محاور معه أخرى أو يقنعوه بأن هناك شركاء معكم في هذه الثورة. طيب لماذا يعني حدا المجلس العسكري هذا الحزب؟ سؤال مهم. هل هناك يعني ضغوط كانت تمارس عليه داخلية أو خارجية حتى يقبل بهذه النسبة التي يعني الكثير كما ذكرت أنه غير راض عنها؟ المجلس العسكري يعني في نواياه مع اللي هو مع الثورة. طيب. ومع هذا الحراك التم. وغلع النظام. لو سبق المعلم لولا القوات المسلحة لما تم التغيير. طيب. هنالك يعني عموما بلاحظ لصحة الاعتصام. وبلاحظ المتحدثين على عبر الميديا ممثلين لقوى الحرية والتغيير أول حراك تحس بأنه هنالك أطراف إقليمية ودولية لها دور كبير جدا فيما يتم داخل السودان. وكل طرف عايز يكون له سبق المعلم في صراحة الثورة. لاحظت السفراء، لاحظت البعثات كلها متواجدة في بدل الاعتصام، يعني تحس بأنه هنالك يعني ساحة مفتوحة يعني يلعب فيها الاستخبارات الخارجية لصناعة حراك معين لاتجاه معين لطرف معين. هذا لا يكره حد، نحن قاعدين نمشي على اعتصام وقاعدين نشاهد يعني السفراء دول ألبانيا، بريطانيا، أمريكا مباشرة يأتون لساحة الاعتصام كأنهم هم في بلدهم. يعني هذه الثورة ثورة سودانية صناعة شباب سوداني ليس لهم أي أجندة خارجية، لكن المجتمع الدولي المجتمع الليبي لا يريد السؤال يكون مستقر. لازم أي طرف يسرع يعني ليحول هذا التغيير لصالحه. طيب لكن دكتور يعني هذه الوفود او يعني حاولات دبلوماسيون اجانب يعني وجدوا ترحيبا من الثوار، يعني لم نشهد انه تم طرد احد من هذه الوفود الاجنبيه، لا سفير لا قنصل لا اي ممثل لاي جهه، ما انما كانوا هم يعني محل ترحاب. طيب لو عملنا تحليل للاخوه الثوار الموجودين في الميدان، هؤلاء شباب ناضجين يعني فاهمين مثقفين، لكن الملاحظ بأنه هذا الشباب معزول تماما على ما يدور في الحرية الغرية والتغيير، فعلا الحرية والتغيير معزول تماما اتباعاته. كيف يكون معزولا ولديه منصة موجودة تخاطب ولديه إذاعة داخلية تتحدث منصة وتربطهم بما يدور في جرائد التفاوض؟ أنا قاعد أشاهد المنصة الحواليها المنصة لا يمثل 33% أغلبية المحتصبين في ميادين تارية في خيمات تارية مختلفة في منصات مختلفة. منصة الآن الموجودة قدام الصحة الغد العامة هؤلاء يعني 33% من الشباب حواليها حيث بأنه حتى المحلسين ناس معينين يعني ما يدوروا يعني معزول تماما على دور في الساحة. فإحنا كتبعات السودانيين يعني بنحب الأجنبي بنرحب به يعني بنتصور معاه بنشوف واقف معنا، لكن هذا الأجنبي اللي يريد على الساحة ليس له ذلك مصلح ولا أجندة خارجية عايز يطبقها على صحة الاعتصام. طيب يا دكتور يعني الوضع الأمني بعد هذا التغير الذي شهدته البلاد بعد يعني عزل الرئيس السابق البشير، كيف تتابعونه؟ والله يلاحظ هناك تفلتات في العاصمة على الأقل. نعم أيوة نعم هناك تفلتات يعني أنا قاعد أشاهد تفلتات يعني لكن محدودة، وفي غياب مرات للقوات النظامية غياب كامل يعني للشرطة، ملاحظ على الشوارع للأجهزة الأمنية الأخرى يعني في تفلتات. لكن أمس واليوم حزب الله يود هيبة للقوات المسلحة، يود غارو الآن يعني يبدأ الناس الآن يبدأ في مرحلة بأنه يعني حزب الله في تواجد كثيف للقوات النظامية. هل هذا ربما دعنا نسميه الخلل الأمني الطفيف ربما هو أيضا أثر على سير التفاوض وأثر على أداء المجلس العسكري؟ نعم يعني معلومة أن التفاصيل الأمنية يختص بها المجلس العسكري ويعطيها أولوية. نعم نعم هذا لا شك سبب أساسي برضو يعني في تقرير المفاوضات. طيب صحة الاعتصام الآن هناك حديث عن أن هناك ربما إذا صح التعبير دعنا نسميه غزوا أو توافدا كبيرا لغير المعتصمين في الأيام الأولى، يعني ليسوا أصحاب القضية الحقيقيين، كيف تعلق؟ صحة الاعتصام. طيب المشاهد بين الاستطلاعات والاستبيانات الموجودة
احنا عملنا استطلاع على السوار ازيله مباشر يعني في ناس في ساحه الاعتصام ساحه الاعتصام يعني للاسف الشديد الناس مواليد 2004 هاتونا بولايات ويقول لك والله احنا وجينا صبها في الغد العام واحد من الطرائف سالته واحد امبارح قال لي والله احنا ما بنمشي الا 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 ابن عوف يسقط قلت له يا ابن عوف سقط اللي هو قريب الشهر الحين بقى له معزول معزول يا الان ما يدور في هذا زول جاي عنده جدا معينه جابته جاي وخلته قاعد في الغد العام ومشاهد كثيره جدا يعني ناس بولايات طرفيه ولايات وسط ولايات شرقيه لقى لهم وقعدنا معاهم جيتوا كيف ووصلتوا كيف وجيتوا عن طريق شنو قال له ولقينا التغيير لكن جينا لحد ما نستلم الحكومه المدنيه. طيب دكتور لدي فاصل قصير ثم نعود بعده لنواصل معك الحديث ارجو تتفضلوا بالبقية معنا مشاهدي الاعزاء. اهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد مشاهدي الاعزاء نتواصل معكم في هذه التغطيه الخاصه واجد ترحاب ضيفي داخل الاستوديو الدكتور حسن ابو عجاج الخبير الاستراتيجي. دكتور حسن ينضم الي عبر خط الهاتف الاستاذ امجد عبد العزيز الكاتب الصحفي. استاذ امجد اهلا بك رمضان كريم ونرجو ان تضعنا في 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 متابعاتكم لما يدور في ساحه الاعتصام والمناطق التي حولها. كانت هناك يعني اليوم حمله لازاله المتاريس التي تقدمت وخرجت خارج نطاق منطقة الاعتصام، كيف تابعتم هذا الحراك؟ أولا الحملة التي تقول عنها هي ليست الحملة التي نراها اليوم لتأكيد الرسالة العسكرية التي حاولت قبض المتاريس ولكنها نوبهت بقوة كبيرة جدا ورسالة وصمودا من الثوار بحسبان أنها تمثل واحدة من دفاعاتهم لأن ما حدث في اليومين الماضيين من مشاهد دموية أضمت بالتمدد الى حيث شرق منطقه شرق الخرطوم وشرق منطقه شرق المركزي. بكل بساطه في وقت متاخر من مساء امس بدات اعلان التنميه والتغيير ممثله في تجمع المهنيين عبر قياداتها النزول الى كل هذه المتاريس والحديث مع الثوار المختصين من حراك او لجان المتاريس وبكل سهوله يسرى في اقل من ساعات بسيطه جدا جدا اخذوا كل المتاريس وهذا طبعا ما شاهدته بام عيني اتابعت معهم. الأطم كان موجود، خالد سيري كان موجود، كذلك دكتور أمجد السري كان موجود بكل سهولة ويسر. هذا الأمر جعل من قوات الشرطة اليوم تنزل إلى الشارع وتأتي للتراكات ولم تجد أي شخص. كلها كانت بكل سهولة كل الطرق الآن الخرطوم اتفتحت التي كانت شديدة التمدد الأخير. بالتالي هذا يبرهن على أن الاجتماع المهنيين وقوة الحرية والتغيير لديهم السيطرة الكاملة على الثوار بعكس ما كان يشاع في الأيام الماضية من بعض الخلود الذين يتحدثون عن أن هؤلاء لا يمثلهم لا يمثلهم وهم أو هم طبعا ما يكون من تجمع المهنيين وهم يفلتوا عن عقاله ولكن بكل تأكيد هذا ما شاهدته وأم عيني وتابعته لحظة بلحظة حتى دخول البيت هذا اللحظة منذ الأمس. أنا أتابع هذا. طيب أستاذ أمجد في هذه النقطة تحديدا يعني أنت تتحدث عن أن قوى إعلان الحرية والتغيير لديها السيطرة على المحتجين أو المعتصمين ويأتمرون بأمرها. ضيفي داخل الاستوديو الدكتور حسن يقول أنه تابع يعني نقاشا لدكتور الأصم في شارع النيل مع مجموعة من الشباب وهو يوضح لهم ما يدور ويشرح لهم يعني ما يدور مع المجلس العسكري لكنه ربما وجه بهتافات أو بانتقادات بأنهم يعني كقوى إعلان حرية وتغيير يعني لا يمثلون هؤلاء الشباب، كيف يمكن أن تستوي الأمور؟ هذا الأمر أنا شاهدته بمعيني وزيد الأصم في المسألة قبالة العمارة الكويتية من الطبيعي جدا جدا أن يتساءل بعض الناس الذين هم أبعد ما يكون عن المعلومات يعتبروا أن هذا الشيء ربما يدخلهم في دائرة مشاكل أخرى يقوم تعرض إلى عملية ضرب أخرى لذلك هذا الأمر أيضا لا ينفي وجود بعض الناس الذين يريدون إخلاق خلق بلبلة هذا الأمر طبعا مشاع بين الناس في بعض الناس يريدون خلق بلبلة يدفعون إلى أجسام أخرى ولكن في الواقع أنا شاهدت حتى ذهاب آخر شخص من الترس كان في دوام الساعة الثانية صباحا في ترس تحديدا آخر ترس اللي هو ترس يعني أما التروس الأخرى كانت تمت فيها العملية بكل سهولة ويسر هذه للأمانة فبالتالي هذا الامر طبعا يصب في مصلحه تجمع الحريه والتغيير يصب ايضا في مصلحه الشارع السوداني يصب ايضا في مصلحه المجلس العسكري وفي كل الاطراف الان طيب استاذ ابيض هل تعتقد ان يعني ما اشار اليه الفريق البرهان بضروره رفع المتاريس وفتح الطرق
وفتح مسارات القطارات، وإلا يعني تم تعليق التفاوض؟ يعني ربط هذا بذلك، هل هو السبب الأساسي الذي قاد إلى رفع هذه المتاريس وفتح الطرق؟ هذا سؤال. والسؤال الآخر، لماذا وضع المتاريس ولماذا تعقيد المشكلة طالما أن التفاوض يمضي على خير بين الطرفين؟ أولا هذا الأمر يقرأ من زوايا عديدة جدا جدا. مسألة فتح المتاريس استبقت إعلان البطان، وهي بكل تأكيد أعقبت تسريبات حول أن المفاوضات أُلقت، وبكل تأكيد هي ذهبت إلى قبال أنطوليا وتغيير بأنها السبب الرئيسي هذا التصعيد الذي حدث في اليومين الماضيين، وراحت مثل ذلك ضحايا وموت وكذلك دماء كثيرة جدا كانت على الأسفل في منطقة شرق الخرطوم. هذا الأمر بكل تأكيد يريد من خلاله المجلس العسكري أن يثبت أنه قادر على الحزم، أن يثبت أنه أدخل هو الإعلان السوري والتغيير وتحديد الجمع العالمي في اختبار حقيقي وتحدي حقيقي حول مدى سيطرته على الشارع. نجحت الجمع العالمي في هذا الأمر تماما، هذه الأمانة، وسوف تستمر المفاوضات على البستان والزبائن التي تم تحديدها، سوف تستمر بكل سهولة يسر. ولكن الملاحظ أن حتى الآن لا توجد جهة تتبنى مثلا أو اتهام مباشر فيها أنها قامت بقتل المتظاهرين وبما فيهم الرايد روما. هذا الأمر أيضا يثير كثير جدا من الشكوك بأن هناك أطراف ثالثة طالعة في خلق البلبلة، خلق الفتنة في هذا الجو، لأن قرب التوصل لاتفاق هذا طبعا ليس من مصلحة البرهان ومجلسه أو الأنفرية والتغيير أحداث أي بلبلة في هذا التوقيت. إذا هناك أطراف ثالثة، حتى بيان إيمان هنين وضح ذلك، حتى شبكة الصحفيين الأخيرة المؤسسة للجمع المنين وضح ذلك، أن هناك أياد خبيثة تريد العبث بهذا الاتفاق، تريد عرقلة هذا الاتفاق. ونبحث عن المتضرر من هذا الاتفاق، فممكن أن نصل إلى من هو الذي قام بهذا الأمر. إذا المشهد الآن في طريقه للإنجراء رغم تعليق التفاوض. هذا الأمر الآن كله يصب في مصلحة مسار التفاوض، يصب كله حتى البيان كان إيجابي. طيب أستاذ أمجد، معي داخل الاستوديو الدكتور حسن أبو عجاج الخبير الاستراتيجي، هو يود أن يتداخل معك يعني إذا كنت تسمعه بوضوح. تفضل دكتور حسن. أستاذ مهدي، السلام عليكم ورحمة الله. أستاذ أمجد. أبجد. يا مرحبا. الآن شارع النيل فاتح يا أستاذ أمجد؟ أنا الآن جئت من شارع النيل قبل ساعة. فرج شارع النيل حتى منطقة ذات الصحة وشرق ذات الصحة. حتى الآن نزلت قوات من الشرطة بقياداتها. بقوات الأخرى اللي هي بزعم السريع أيضا ويمشون مساهم ومعهم سراكة وقلابات، هذا جهته بمنع عمنا قد ساعة يعني تجاوز شرعاني. الآن لو ذهبت إليه في نقطة تحديدا أنا لا أعلمها، نقطة تحت جسر الحديد النيل الأزرق، النيل الأزرق ربما هذه خلال الساعات القادمة تفتح تماما، لأن المستخدمون الذين كانوا يتحدث معهم في جمعة المنين بالأمس هم قوات السرية والتخيل، هم أصروا على أنهم ملتزمون بكل ما يجيء من قبل قوات السرية والتخيل. إذن خلال الساعات القادمة هم يفتح هذا الطريق، وربما يكون الآن قد فتح تماما، لكن والله للأمانة أنا عدت من هنا قبل ساعة واحدة شارع النيل امتلأ بالعربات ولكن لا استطيع ان احدد. طيب استاذ امجد، يعني اذا كانت يعني في حديثك انت اشرت الى هناك ربما اطراف غير راضيه عن هذا الاتفاق ولا تود ان تسير المفاوضات بين الطرفين على خير، يعني 72 ساعه فقط هي لفتح الطرق ولتهيئه الاجواء عموما يعني تنفيس الاحتقان في الشارع العام، لكن ما الضمانات ان تعود نفس الاشكالات مجددا الى الشارع؟ وهنا اشير الى يعني ما تحدث عنه من وجود طرف ثالث يعبث بالشارع ويود أن يعني أن يخلق أي نوع من الاشتباك بين الطرفين المتفاوضين. هذه طبعا مسؤولية مباشرة، مسؤولية المجلس العسكري لأنه هو الآن الحاكم. يعني لا يمكن أن نضع أي خانة سوى أنه الآن هو الحاكم باعتبار أنه مسؤول من أمن الناس. حتى مسؤول أمن الناس هو صفة من صفات القوات الأمنية حتى لو كانت لم تكن حاكم. على كل حال الآن الشارع السوداني بكل تفاصيل طبعا كانت هناك اضطرابات وتوترات واحتقان شديد جدا جدا. الآن المشهد خلال هذه الساعات التي تليها في طريقه للإنفراج الكامل. أشكرك جدا. أشكرك جدا أستاذ أبيض عبد العزيز على كل هذه الإفادات. دكتور أبو عجاج، تابعت معي ما قاله الأستاذ أمجد، هو كان موجودا اليوم في الشارع وتابع ما يدور. عموما كانت هناك تسريبات تتحدث عن أنه لا بد من فتح هذه الطرقات وإزالة المتاريس بأي شكل كان، لكن الحمد لله أنها مرت على خير. عموما كيف تتوقعون أن تمضي الجولة القادمة من المفاوضات؟
طيب حقيقة الأخ أمجد يعني بشر كويس، لكن عايز أقول لك يعني في حاجة مفقودة بين قوى الحرية والتغيير والميليت العسكري. يعني الخلايا النايمة، المندسين، النظام البائن، هذه يعني شماعة، شماعة يعني يعلق عليها كل إنسان يفشل في حتة يقول لك هذا، يعني حتى تعليق المفاوضات يقول لك والله هناك طرف آخر لا يريد أن يتم الاتفاق. لكن يا دكتور يعني قصة الخلايا النايمة هذه ليست خافية على أحد، عناصر النظام المخلوع تحدثوا بكل وضوح في آخر الأيام أن هناك جيوش موجودة، قالوها هكذا في الإعلام، يعني ما المانع من أن تتحرك هذه الجيوش في هذه الأيام؟ بعد إذا في خلل في متاريسك، إذا بعد في خلل في متاريسك، هل النظام البائد هو طيب؟ هناك يعني في أطراف تارية مسلحة غير النظام البائد، هل عندها مصلحة بأنه يكمل الاتفاق؟ هل القوة الحرية والإعلان والتغيير هل هي كلها متفقة؟ هل كلها مكونات ال 72 حزب أو 78 حزب هل هي كلها الآن في حركات مسلحة رفضت هذا الـ هذا الـ هذا الإعلان تماما؟ غلط لا، بس إنه عندها منصات موجودة في ساحة الاعتصام تغرها تماما، حركات مسلحة موجودة عندها منصة وعندها مخاطبات شغالة، فهل يتم بين القوة الحرية والتغيير لا يمثل كل مكونات المجتمع السوداني وما فيهم يحملون السلاح؟ يعني في خلل كبير يوجد. فاحنا تعليق هذه الشماعه على هنالك مدسون او هنالك خلايا لا بد، هذه يعني مسؤوليه القوى الحريه والتغيير ومسؤوليه الميليت العسكري. نحن كشعب سوداني نريد اتفاق، نريد ثوره سلميه فيها عداله فيها سلام يحقق جميع مكونات المجتمع السوداني. يعني اي فشل نعلقه على المدسين، اي فشل نعلقه على خلايا النايمه، اي فشل نعلقه على النظام البائد، هذه خطوه، هذه مسؤوليه الميليت العسكري ومسؤوليه الاخوه في الاعلان الحريه والتغيير. طيب دعنا نتابع هذا التقرير، هو يتحدث في ذات السياق سلميه الثوره، نتابعه ثم نعود لنقرا ما بعده، تفضلوا. السلمية شعار رفعه الثوار بجانب الحرية والعدالة وجد القبول والرضا من قطاعات الشعب كافة المؤيدة والمتعاطفة أو حتى تلك التي لا توافقها الرأي، فاستقبلت مواكب الثوار بالتصفيق والزغاريت وعلامات النصر والتأييد. القائمون على أمر الثورة ظلوا يؤكدون سلميتها في جميع مراحلها منذ انطلاقتها في ديسمبر الماضي وحتى اليوم، الأمر الذي مكن الثورة من السير في طريق تحقيق أهدافها بدءا بإسقاط النظام البائد وانتهاءا بالاتفاق النهائي بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير. ورغم التأييد والمساندة والدعم المادي والمعنوي من قبل قطاعات الشعب المؤيدة للثورة، إلا أن بعض الظواهر السلبية متمثلة في ظهور بعض التفلتات على السطح خلال الفترة الأخيرة في الأحياء إلى جانب إغلاق الطرقات، الأمر الذي استنكره كثيرون واصفين إياه بالفوضى التي قد تقود الثورة إلى الانحراف عن سلميتها. وفي المقابل جاءت حادثة الثامن من رمضان الشهيرة سائرة في اتجاه الفوضى حائزة على استنكار الجميع متخوفين من تكرارها. تلك الحوادث والظواهر تخوف الكثيرون من دفعها بالبلاد للانزلاق نحو المزيد من أعمال العنف والتوتر ما قد يفضي إلى عدم الاستقرار، فبالتالي نجاح الثورة وتحقيق أهدافها جنة السبيل إليها مضمون وآمن إن تم التزود بمواصلة السلمية والابتعاد عن العنف وتيسير حركة المواطنين في الطرقات. شكرا جزيلا زميل مصطفى بكري. أعود لكم مجددا دكتور أبو عجاج، هذا التقرير تحدث عن سلمية الثورة وهو يعني ما طالب به الفريق برهان وقال إن الثورة ربما خرجت عن سلميتها قليلا وهو مدعي إلى تعليق التفاوض، كيف تعلق؟ طيب الشعار المرفوع سلام حرية عدالة، فالثورة يعني نتمنى أن تكون شعارة سلمية يعني، لكن يعني يمارس في انحرافات أو في تفلت يلاحظ، يعني يلاحظ بأنه في تفلت إذا مرقت من المسار بتاع السلمية. لماذا تعزو هذا التفلت؟ الاحتغال موجود في الشارع يعني. الاحتغال موجود في الشارع خصوصا أن الأسباب التي قادت إلى هذه الاحتجاجات وتغيير النظام لم تحل حتى الآن، الأزمة الاقتصادية ما زالت موجودة. الأزمة الاقتصادية لا تحل بالاتفاق السياسي، الأزمة الاقتصادية تحل بدراسات اقتصادية علمية ولا تحل بالهبات أو الدعومات. فالنظام البائد كان يعني يتلقي الدعومات لكن لا لها أثر واضح على الشارع السوداني. فالأزمة الاقتصادية لا تحل بخبراء اقتصاديين بزيادة الإنتاج والإنتاجية
ورفع بزار المدفوعات يعني سيكون لك حل حقيقي للأزمة الاقتصادية. لكن الهبات والمعونات هذا لا تمثل حل اقتصادي للمشكلة السودانية. فلاحظ الآن الدولار رجع إلى يعني إلى نقاط قبل سقوط النظام، والأزمة رجعت صف الوقود وصف الجازولين والخبز وقطعات الماء والكهرباء. يعني الأيام الأخيرة النظام يعني النظام البيض كان في الدولة ماشية يعني في فراج في بعض الحياة الأساسية، لكن الفراج هو يتبنى مبني على المعونات يعني يعني انتاج حقيقي. ما في انتاج حقيقي لا في زراعة لا في صناعة، ما في انتاج حقيقي. لابد يكون الدراسة الاقتصادية مبنية على الانتاج الحقيقي والاكتفاء الذاتي في السودان، لكن مبنية على المعونات. هذه المعونات لا تحل مشكلة للاقتصاد السوداني. طيب دكتور، قصة التفلتات الأمنية هذه من وقت إلى آخر التي يعني للأسف راح ضحيتها الكثير من الشهداء في الأيام الماضية، إلى أي مدى يمكن أيضا أن تؤثر على سير التفاوض بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير؟ إلى أي مدى يمكن أن تؤثر في الشارع السوداني عموما؟ هذه النقطة الذي غطب الثغر البعير يعني على رغم المفاوضات بأن هناك تفلتات، في ناس زي ما يسمون غير راضين على الاتفاق التنبا الناس زيل معناته هم أصلا لا رضا في المجلس العسكري ولا في قوى الحرية والتغيير. ليه؟ معناته ناس يعني عندهم أطماع تارية أو عندهم يعني برامج تارية أخرى غير برامج المطروحة في الساحة السياسية. فنحن المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير حقه يعني يكون عندهم صوت الاستماع لكل الأطراف، مشاركة نداءات لكل الناس الخارج القوى الحرية والتغيير. يعني الاتفاق البتيب الثنائي اتفاق اقصائي. طيب دكتور، الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف الداعي الإسلامي المعروف ربما يتفق معك في هذا الرأي، دعنا نتابع يعني ماذا كان يقول بخصوص هذا الاتفاق الذي يتم وهذه المفاوضات التي تجري بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير. ينبغي أن نعلم بأن عدونا ماكر، وينبغي أن نعلم بأن هذا الشعب المسلم نحن أولى به من غيرنا. هذا الشعب والله محب للدين، هذا الشعب حريص على الدين، هذا الشعب ما خرج ثائرا على الدين. وهذا الكلام قيل في مجلس الرئيس السابق بأن الشعب ما خرج مظاهرات ضد الدين، وإنما خرج ضد الظلم وضد البغي. ونقول أيها الإخوة الكرام، العلمانية ما تحكمنا إلا قرينة الدكتاتورية. الشعب لو اختار والله لن يختار إلا الإسلام، وهذا مجرب معروف، لأنه يعتقد بأن الشريعة هي دينه. طيب كان هذا الدكتور عبد الحي، يعني تابعت ما قاله الرجل داعي إسلامي معروف لديه رأي فيما يدور الآن. والتحية للشيخ الدكتور عبد الحي يوسف وتيار نظرة الشريعة ودولة القانون. هذا تيار كبير جدا يعني التفوا حول الناس، يعني صنع واقع تكون جديد حديثا، لكن التفوا حول الناس. يعني هذا من التيارات التي لا مشاركة لها الآن في الحياة السياسية. أيوة، لكن الآن الناس بيبحثوا عن بديل، فالطرف الآخر الطرف إقصائي يرفع شعارات إقصائية، فيا معاي يا ضدك. يعني الناس الآن يتجهون لبديل يمثل الواجهة السودانية، يمثل المجتمع السوداني. والآن هو عنده الدكتور عبد الحيوسف يتكلم عن الشريعة وتطبيق الدين والمجتمع المسلم. يعني هذه أولية كل الشعب السوداني يعني. ضد الحكومة يعني، وثار ضد الظلم والقهر ولم يثر ضد الدين. نعم. وكأنه يشير إلى أنه لماذا يعني كل من يحدث باسم الدين يتم إقصاؤه من الحياة السياسية. هناك حملة ضد الإسلام موجودة يعني على الملاحظ بعد الثورة يعني. والإخوة النظام البايد قالوا هذا لا يمثل الإسلام. الإسلام عنده يعني مجتمع مسلم، عنده كيانات جماعات تمثله. فالناس طلعوا من أجل الفساد، من أجل الظلم، من أجل يعني الفساد اللي كان مرتشي وملاحظ يعني. هذا ده انهيار الدولة. بعد ذلك هنالك مظالم، هنالك تراجع للدولة السودانية في جميع المحافل يعني. هذه كلها ادت الى صلاح الثورة. لكن ما طلع النظام، ما طلع الشعب اسال الدين، ولا عندنا احنا مشكلة مع الدين اصلا. فالشعب شعب مسلم، شعب مؤمن بكتاب الله ورسوله. يعني الان لو طرح النظام اسلامي حقيقي يحمل جميع مكونات المجتمع السوداني، الناس حتلف حوله يعني. الان الناس يسعون يبحثون لبديل،
يبحثوا لبديل يعني بديل يكون مناسب مع يوافقه المجتمع السوداني. طيب دكتور كيف تقرأ المستقبل القريب لهذا التفاوض، مستقبل السودان خلال الأيام المقبلة أو الشهور المقبلة؟ والله المطلوب من النحو في المجلس العسكري والحرية والتغيير والمقاومات السياسية الأخرى بقى يعني الناس يتنازل شوية يعني يسمو لروح السودان والوطنية السودان، فتم ده يعني مجهود مقدر ومثمر يعني ومبارك يعني تغيير يعني نتمنى يمشي في الإطار بتاعه السلمي ويسعى جميع الناس يعني هذه ثورة مباركة يعني بل كان يعني يقول لك يعني يزيل النظام السابق 30 عاما، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى حصل التغيير. فنتمنى من الأطراف الآن هي المتصارعة بعد تكون عليك يعني تتنازل أو تسامح مع بعض وتمشي لصناعة الدولة السودانية إن شاء الله بإذن الله نراها في المستقبل القريب. هل تتوقعون أن تتدخل أصابع أجنبية في تشكيل الحكومة الانتقالية للفترة المقبلة؟ موجود أصابع أجنبية موجودة وصرح بها المجلس العسكري وصرح بأنه هناك دعوات من دول إغلبية يعني ونلاحظ قوة الحرية والتغيير وهناك منصات خارجية الآن لها مفتوحة يعني بسهدله في القنوات الفرنسية في قنوات البي بي سي يعني موجودين يعني مدعومين، لا شك لا في أحد ينكر بأنه هناك تدخلات خارجية لا ينكر، وحتى لاحظنا بعض القيادات سافروا الى دول يعني مشوا في 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 الثوره وفي الدماء وفي الشهداء سافروا وقالوا مشوا يعني لبرامج خاصه. فانت زول في هذه المرحله زول سياسي ضغوط حراك سياسي، فتمنى عليك ان تكون ملتزما بالسودان يعني ما يكون هناك اي تشويش على هذا الحراك، لكن يلاحظ بان هناك تدخلات والان لاحظ السفراء الدول الاغلبيه الان يلولوا ويصولون بالاحزاب السياسيه كل يوم في بيت احد الاحزاب السياسيه، لابد لانه احنا كشباب صارعين لهذا التغيير بأنه يكون تغيير سوداني حقيقي ليس لنا إملاءات مع أي طرف آخر، نحن نريد نصح الثورة السودانية ليس لها انتماء لأي طرف إغليبي أو طرف خارجي. أشكرك جزيلا دكتور حسن أبو عجاج الخبير الاستراتيجي والمحلل السياسي على كل هذه القراءة التحليلية لواقع الأحداث في السودان، شكرا لك. شكرا لكم مشاهدي الأعزاء، انتهت حلقة هذا اليوم من تغطية خاصة، تحياتي لكم والسلام عليكم.